محمد حشيش يعني اخ غالي، ويمكن من اوائل الناس. لما جيت انا هنا النادي الاهلي 84 كان هو من ضمن الناس اللي استقبلوني، وتقريبا زي ما بنقول كده اليومين دول احتواني يعني. يعني كان على طول بيعدي عليا ويجيبني النادي في الاول، وكنا بنروح نتعشى مع بعض اي مشاكل او اي حاجه، لان انا كنت لسه، انا من اسكندريه فكنت لسه جاي جديد هنا، كان هو بيحلها لي هو وشوبير، كانوا اقرب ناس ليا. ف يعني على المستوى الشخصي حشيش يعني يعتبر اخ، وعلاقتي بيه من 84 ممتده لحد دلوقتي، حتى برغم سنوات الغربه اللي انا رحتها امريكا 20 سنه، انما كنا دايمين نتواصل مع بعض الحمد لله رب العالمين. مش عايز اقول ما خدش حظه، لان هو كان لعيب جامد جدا في مركزه، ومن الناس اللي اثرت كتير جدا 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 في دفاعات النادي الاهلي. كان في مره ماتش من ضمن الماتشات كنا كسبانين هنا فريق كيني 6-0، وبعدين ماتش العوده كان في كينيا، بس 6-0 بقى، فاحنا مريحين قوي، ورحنا في الطريق عملنا عمره، فالعمره عملنا 2 عمره، كان الشيخ طه اسماعيل ربنا يديله الصحه والعمر. فالشيخ طه عمل لنا العمره تقريبا في نص ساعه، عملنا العمره واحنا بننهك في الاخر مش قادرين نقف، فروحنا لعبنا الماتش بتاع كينيا دوت. فالمهم دخل فينا جول، وبعدين الكابتن علي عبد الصمد اتعادل، وبعدين جت كره من نص الملعب كده، فحشيش جاي يشوطها، الملعب كان وحش يعني، فالكره نطت وعدت من جنب حشيش كده، كان في مسافه يعني بتاع مثلا 30 متر لحد الجول يعني، فالفورورد بتاعهم خدها وراح وجاب جول، وحشيش باصص كده ومش قادر يجري يعني. فقلت له احنا كنا بنقول شيشه، فبقول له في شيشه، ما رحتش وراه، ما جريتش ليه وراه؟ فقال لي والله مش قادر يا حماده من العمره. قلت له طب الراجل جاب جول يا شيشه، قال لي والله نفس الكرش يا حماده من العمره. يعني ساعتها داخل فينا جول وخسرانين، بس ما قدرتش امسك نفسي من الضحك. وهو حشيش ليه بعض الحاجات اللذيذه كده، وبعدين كمان خارج الملعب يعني اخ يعني، تلاقيه في الازمات فعلا. تقول ايه لحبيبك؟ لا ده ايمن ده يعني فعلا حبيبي حبيبي، واكتر من اخ، وعشرة عمر بقى كبيره يعني من خلال النادي الاهلي، وحتى بعد ما سافر، بعد ما سافر كنا على اتصال ببعض يعني في امريكا، وقلقنا عليه جدا لما كان فتره بتاع تعب وكده، بس الحمد لله رجع بالسلامه، وهو ما يقدرش يستغنى عن مصر يعني، كلنا ما نقدرش خالص يعني، مهما رحنا وسافرنا العالم ده كله، خد قرار ورجع والحمد لله في وسطينا ومعانا يعني.